بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هعمل معاكم إعادة تدوير لحلقات الستاير بطريقة جديدة ومعانا علبة. الأول هعمل إيه في حلقات الستاير؟ هجيب كده أنا كنت عملتها معاكم قبل كده ونقص دي كده هقص كام واحدة معاكم كده وارجع لكم. قصيت المجموعة دي مش هحتاج اكتر من كده وهوريكم دلوقتي هبدأ اعمل ايه بخيط. ده خيط صوف جنجا هغلفهم كده بالشكل ده كده. دي كده عقدة البداية وبعديها استمر بالطريقة دي لحد ما اخلص السلاسل اخلصها وارجع لكم. خلصتها كده وجيت في اخر واحدة اهي هعمل اخر غرزة. وهدخل في اول سلسلة كده وهقفل. هدخل كده اقصهم وبنفس الطريقة هخلص الباقي وارجع لكم. عندي اللون الابيض واللون البنك او الوردي ده. بعديها هجيب الشريط ده كده وهقص منه سبع اعمدة بالطريقة دي كده لحد كده اللي هو زي ده كده سبعة كده. وهاجي اخيطها هنا كده مكان ما عملت العقدة. جبت بكرة بخيط ابرة بيضة اهي فتلة بيضة وابرة وهبدأ كده اجيب الاسترس ده وخيطه كده. بعد بالشكل ده كده هاجي هنا بقى هجيب الخرز ده. انا عندي خرز شفاف مقاس 14 هجيب هنا في المكان ده كده واحط الخرزة دي ثبتها كده بحيث ان تبقى هي والاسترس ده على استقامة واحدة. الشكل ده كده بقت بالشكل ده كده. بقت بالشكل ده كده هكمل الباقي وارجع لكم. بقى عندي بالشكل ده الموف او الوردي حطيت له خرزة موف والابيض حطيت له خرزة شفافة. بقى بالشكل ده وده العدد اللي انا عايزة. اجيب دلوقتي علبة. جبت علبة بلاستيك اهي عادية ده الغطا بتاعها. انا عايزة اعملها اعادة تدوير الشكل ده كده. انا في الحالة دي في العلبة دي انا هستغنى عن الغطا بتاعها وهجيب لها غطا تاني بلاستيك زي ده كده. يلا بينا نشوف هعمل ايه. جبت ورق فوم من اللي بيلزق جبت اللون الاسود عليه الجليتر بالشكل ده كده وهلفه على العلبة
بالشكل ده كده اهو. داير ما يدور. هستمر كده لحد ما الزقها كلها وارجع لكم. لزقتها بالشكل ده كده، لزقتها كلها ومن هنا كمان وكده. هنشوف بقى بعد كده هعمل ايه. هبدأ بقى ألزق بمسدس الشمع، هلزق الحلقات دي هنا كده بالطريقة دي كده. هلزقهم بالطريقة دي كلهم جنب بعض بالشكل ده كده بنفس الطريقة ما لزقت ده. هلزق الباقي وارجع لكم. خلصتها وبقى ده شكلها. نفس الطريقة جبت كده الغطا بتاعها، هعمل هنا وردة سباعية بالشكل ده كده. هلزقهم كلهم حواليها. انا عايزاها سباعية مش ستة، حسب ما اشوف يعني. لو لقيتها تبقى ستة خليها ستة، تكفي سبعة بالشكل ده كده هيبقى ده شكلها. بس هلزقهم بقى مسدس الشمع وارجع لكم. اول واحدة هلزقها هنا البيضة دي كده. عشان دي السنتر. نفس الطريقة هلزق الباقيين بالطريقة دي كده. بعد كده جبت شريط اسود بالطريقة دي كده، هلزقه على الغطا بين كده ومشي عليها داير ما يدور. بعد كده جبت الخرز ده خرز تقيل وكبير، انا هعمله كأرجل فهجيب الطريقة دي كده والزقه هنا. كأني بعمل وردة خماسية. استنى لما ينشف وهوريه لكم. وبقى ده شكلها، بقت واقفة اهي، بقت عالية اعلى من الاول. بالطريقة دي كأن شكلها بقت بونبونيرة حلوة قوي من علبة بلاستيك. ممكن احط فيها الخرز بتاعي لو انا عندي اكسسوارات بالشكل ده كده، يعني ما بقتش كأنها علبة بلاستيك قديمة. ده شكلها.
شوفوا جمالها، شوفوا رائعة قد ايه. بكده الفيديو بتاعنا ان هوريها لكم من الاول. شيروه مع حبايبكم واصحابكم وحبايبي اللي لسه مشتركوش، اتمنى انهم يشتركوا ويفعلوا الجرس على الكل. بحبكم في الله ومع الف سلامة.